بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي الأعزاء، بهذا السؤال عم يطلب مني حساب طول X. في عندي الزاوية هون E، لو اشتغلت على مكملتها، لو اعتبرت انه مكملتها ألفا، فهون أيضا الزاوية D مكملتها أيضا ألفا. لو رمزت لهي الزاوية هون عندي B بالرمز بيتا، بلاحظ راح يكون عندي مثلثين متشابهين بالشكل التالي. هذا المثلث بيحوي على ألفا وبيتا، أيضا هذا المثلث كمان بيحوي ألفا وبيتا. لو سمينا الزاوية هون عندي تيتا، أكيد راح تكون الزاوية بالأعلى هون عندي أيضا راح تكون تيتا. طيب شباب، لو شفت نسبة التشابه تبعيته، مقابل تيتا بالمثلث الأحمر 4، مقابل تيتا بالمثلث الأزرق 8، إذن المثلث الأزرق ضعف المثلث الأحمر. معنى هذا الكلام أنه مقابل الألفا، مقابل الألفا بالمثلث الأحمر طوله كاملا 14، معناها لازم يكون مقابل الألفا طوله كاملا بالمثلث الأزرق 28. إذا الطول الكلي 28 راح منه 4، إذن هون بقي عندي، تبقى عندي 24، إذن AJ طوله 24. هلا أنا عندي أيضا المثلث، لاحظوا المثلث ADF، لو رمزنا لهالزاوية هيك بهالرمز، والزاوية F بالتقابل بالرأس أيضا بهذا الرمز، في عندي تشابه ما بين المثلثين ADF و FAJ، كلاهما بيحوي تيتا والزاوية اللي إلى نقطة والزاوية اللي مؤشر عليها بشفطة، إذن لاحظوا نفس الزوايا. طيب إذن معناتها هن مثلثين متشابهين. طيب مقابل الزاوية هاي اللي إلها شفطة، مقابل الزاوية بالمثلث العلوي 6، بينما بالمثلث السفلي 24، معناها المثلث السفلي هو 4 أضعاف المثلث العلوي، لأنه 6 يقابل هون 24، 4 أضعافه. طيب مقابل الزاوية اللي إلها نقطة هون عندي X، معناها مقابل الزاوية اللي إلها نقطة هون عندي 4X. أيضا مقابل الزاوية تيتا هون عندي هو 2، راح يكون إذا مقابل الزاوية تيتا 8، لأنه هو 4 أضعاف، إذا هذا الطول هون 8. هلا راح نرجع للمثلث، المثلثين الأساسيين اللي عندي المتشابهين. أنا عندي كان مقابل الزاوية بيتا بالمثلث الأحمر، خلينا نقول هو X زائد 8، إذا عندي الـ X زائد 8 كان هذا مقابل الزاوية بيتا بالمثلث الأحمر. فبالمثلث الأزرق إذا بتذكروا كانت نسبة التشابه عندي كانت هي 4 أضعاف، أو عفوا هي الضعف، هي الضعف. كان لاحظوا مقابل التيتا كان 4، أصبح مقابل التيتا 8، إذا هو ضعفه. طيب بالمثلث الأحمر عندي حاليا X زائد 8، فإذا ضربته باثنين أكيد راح يساوي مقابل الزاوية بيتا بالمثلث الأزرق اللي هو 2 زائد 4X. طيب لو فكيت المعادلة، إذا 2X زائد 16 بيساوي 2 زائد 4X، معناها لو نقلت 2X لهالجهة صار 2X بيساوي 14، معناها الX راح يكون عندي 7، وهو المطلوب، جواب D.